هذا العدد راح يكون من تقديم الشيف اللي ديما نقول لكم رزينه وعاقله ومليوحه وكلش تسكو بوفولي، وخاصه يديها ذهب. شيف كريمه بونجور. ليما حبيبتي واش راكي؟ شكرا دائما على المقدمات. يعيشك حبيبتي انت، واليوم هك منوره بهذا الفيشيا. الله يسلمك، تشوفي اليوم صح حبيبتي. مرحبا بك يا اهلي. شكرا انت كي مليحه؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. انا كذلك بدوري نرحب بالجمهور الكريم، نقول لهم ان شاء الله تدوزوا اوقات ممتعه معنا بوصفات رمضانيه. واليوم رانا في النص، في ليله النص كانوا كما يقولوا زملائي كفا ووفا، ولكن نكملوا لهم حنايا في كما يقولوا في العادات والتقاليد تاعنا، نحبوا حاجه عجين، نحبوا حاجه تقليديه. إبا هذا واش راح نشوفوا اليوم؟ الشيف تاعنا تناولوا مختلف مناطق الجزائر. البارح ناديم راح للشرق، اليوم الشيف كريم حيات النصفيه على طريقتها لكن راحت لمنطقه اخرى من الجزائر، هكا باش يكون كل الولايات تكون عندهم نصيب من برنامج الو شيف. اكيد يعطيك الصحه كريم. قبل ما نبداو، قبل ما نكتشفوا لو منيو، نروحوا نرحبوا بمختلف ممولي هذا البرنامج، ونبداو باول ممول كوتكس اللي حاضر معنا في البرنامج كممول للبرنامج بمختلف المنتوجات نتاعو الجديده منها وحتى اللي كنا نعرفوها من قبل. منتوج ثاني هو رامي بمختلف المشروبات، مختلف الاذواق المنعشه اللي تعودنا نشوفوها في الطاولات الجزائريه. اكيد بلا ما نساوي الواحه للتسوق اللي شاركت معنا في هذا الموسم من الو شيف بالنسخه الرمضانيه بقسيمه شراء مهدات يوميا للمتصلين في برنامج الو شيف مقدره ب 10000 دينار جزائري، نهديها لكم يوميا من الواحه للتسوق. شوكولا باتيسي ايضا حاضره بمختلف الاذواق، اكيد راح تشوفوها بزاف في اخر اسبوع من رمضان كي نبداو نديرو في الحلويات، اكيد راح لي شيف يستعملوها بكثره. بدون نسيان طون فرانسيسكو ايضا بمختلف الاذواق وبمختلف الاحجام ايضا حاضر معنا. فرانسيسكو طون فرانسيسكو وايضا سوسيمي اللي كان الشيف نديم البارح استعملوا في الاطباق تاعو، واليوم ايضا راح تستعملوا الشيف كريمه في الاطباق تاعها. اذا سوسيمي اللي حاضر معنا وراح يمد 8 عمرات اللي ان شاء الله يكونوا من نصيبكم السحب. دائما نعاود نذكر انه يكون في الصفحه الرسميه لسوسيمي، ادخلوا عبر الصفحه الرسميه لسوسيمي في الفيسبوك وتبعوا الخطوات. نعم، من سوسيمي نروحوا المكعبات لالا اللي نستعملوها ايضا في مختلف المرق تاعنا، يستعملوها ايضا لي شيف اللي ينكهوا بها ايضا. مارغارين ماني ايضا، ومنتجات سيفيتال بمختلف الانواع نتاعها. منتجات سيفيتال ايضا اللي حاضره معنا قلت لكم بمختلف الانواع. اي بيان سور نعاود ديما نذكركم انه مختلف الاكسسوارات اللي رانا نستعملوها ولا راكم تشوفوها تساهم في جماليات هذا المطبخ جايه من عند هوم اند يو. اللي يحبوا يشريوا للعيد ولا يحبوا يزينوا الطاولات نتاعهم، ما عليكم غير بهوم اند يو. شكرا لكل الممولين وشكرا لكم انتم ايضا المشاهدين الكرام. بلا ما نطولوا نروحوا نكتشفوا لي ديليس اللي راح ديرهم لنا الشيف كريمه اليوم. يلا. الله يسلمك حبيبتي. كما قلنا اليوم راح نروحوا الاطباق التقليديه، راح نديروا طعم، راح نديروا طعم افورو، راح نستعملوا فيه الخضار، راح نستعملوا نديروا كذلك حميص بطريقه مبسطه، راح نديروا معها كذلك نقولوا حميص نقولوا كسره، راح نديروا كسره رخصيص بطريقه كذلك مبسطه للمبتدئات ولا اللي في الدار يحبوا يديروها، وديفا يعني ما تنجح لهمش ولا تجيهم شويه يابسه ولا اليوم يتبع الطريقه معنا. واكيد راح نديروا حاجه حلوه، حاجه جديده، راح نديروا حلوى التوفي لكن بطريقه مبسطه، دي زانغريديون فريمون قلال لكن حتجيب بنينه وهايله، طريقه جديده. تابعوا معايا الوصفه تاع اليوم كذلك هايله. دونك حنروحوا للحاجه السهله، راح نديروا قبل الحميص تاعنا. الحميص تفضلي. فوالا الحميص تاعنا كنت درت له هنايا بين الحار وبين الفلفل، اكيد انتم يقعدكم الاختيار تحبوا حاجه حاره بلوس كثروا. كنت درت انا فلفل درت 4 حبات ودرت 3 تاع الحار، وتقدروا العكس يعني ديروا الحار اكثر. كنت شويته شواءه انا باش ندي شويه وقت، كنت درته في الفوق يعني درته فوق ورق الزبده. ستفت الفلفل تاعنا والحار ثقبتهم بين فوخشات وحطيتهم يتشواو، يعني شعلهم من الفوق ومن التحت، تقدروا تشعلوهم غير من الفوق، تعاودوا تجبدوا تقلبوهم يعاودوا تشواو من الفوق كذلك، وديرهم في ساشي كيما موالف يعني العاده تاعنا، باش ولا في مبوات ولا حتى يتنداو. وقشرناهم وجبناهم، جبتهم يعني واجدين. حنستعملوا 2 حبات تاع طوماطيش لهنايا اللي حنقليهم من بعد شويه زيت الزيتون، وعندني فص ثوم صغير تقدروا تستغناو على الثوم لكن يمد لكم هكا شويه قوم مليح لهذا الحميص تاعنا. حنستعملوا شويه ملح شويه في الكحل، ما حبيتش ندير له بزاف توابل، تقدروا شويه تاع العكري
ما ديروش فيه طماطم مصبره، كاين بزاف اللي يقول لك اسكو نديرو فيه، خلوه على الاصل تاعو باش يجيكم بنين الحميس. واكيد راح نزينوه بالبيض وراح ندير له زيت الزيتون، وكاين اللي شويه يزيد له لمسه كي يطفوا كاع يقطع شويه حشي شويه معدنوس مع زيت الزيتون ويزيدهم، تعطيهم كذلك ذوق بنين. هذه كملاحظه فقط، راح نشوفوها مع بعض دوكا. الطعام تاعنا كذلك كنا وجدته انا درت له الفوره الاولى، كنا درنا وسبق درنا طعام يعني عده مرات، غسلته درته في الماء، غسلته عصرته ابان، كنا درناه مرتين او ثلاثه، حطيته في الجفنه حتى نشف، استعملت زوج مغارف تاع الزيت حللته بهم، بعدها درته يفور الفوره الاولى فور مرتين فقط، ودرت له بعدها الملح شربته بالماء وخليته. راح نفوروه مع بعض، حنستعملوه الان بالخضار اللي كنا فورناهم. قبل ما ديروا الطعام تاعكم فوروا الخضار. الخضار كما راكم تشوفوا استعملنا لهنايا الجلبانه، درنا زروديه ودرنا البطاطا. كما تقدروا ديروا هذيك اللوبيا اللي تجي لوبيا مشطوره، لكن تقطعوها بالحجم باش يجي كاع متساوي، تجي هايله ثانيك مع الخضار. فوالا الكسكاس تاعهم ديروا زروديه هي الاولى وديروا شويه تاع الملح باش تجيكم خضار بنينه، ومن بعد تزيدوا الجلبانه، ومن بعد ديروا البطاطا تاعكم والخضار الباقيه اللي تحبوها. كاين اللي يحب لفت، كاين اللي يحب يدير حبيبه تاع بصل من الفوق تدبال باش يجيهم بنين، كاين اللي يدير كذلك قلنا اللوبيا الخضراء اللي يقطعها تانيك ويديرها تفور. ما تخلوش دقدق بزاف باش يجي يشبع في الطعم تاعكم. شوفوا الفوقانيه باك البطاطا بدات تطيب، نحوها وخلوها دوكوتي، كي تنحوها ديجا راح تكمل طيابها الخضره تاعكم، ما تجي تبرد تكون جاهزه. باش ما دقدقلهمش. الطبق اسمه كسكس افورو. كسكس افورو اللي معروفه بها منطقه القبائل نظن. طبعا سؤالنا هذا يفتح على في تعبكم. راح نكملوا راح نكملوا نعاودوا راح نكمل. معروفه منطقه دوكا انتوا تجيبوها لنا واش المنطقه. نكملوا دونك وراح نديروا الكسره تاعنا، كسره الخسيس راح نديروها اليوم بالدقيقه الرطب، راح نستعمل بالكيله هكا باش تخرج لكم بنينه ومقرمشه، اما ما تكسركمش في الطاجين تاعكم وتجي شكلها شباب. دونك راح نستعمل ربع مقادير تاع الكيس، الكاس اللي نديرو به كملوا نتوما به كاع المقادير. دونك راح ندير ربعه تاع دقيق ارطب، هنا استعملت دقيق سوسيمي اكيد. نفس الكاس درت بانه انا نصو الزيت، راح نستعمل معاه مغرفه صغيره تاع زبده للتنكيه برك باش يجيكم بنينه لداخل. راح نستعمل مغرفه صغيره تاع خميره الحلوى ومغرفه صغيره تاع خميره الخبز باش يجيكم طريه. راح نستعمل مغرفه كبيره تاع السكر، واكيد راح نستعمل زوج مغارف صغار تاع الملح، لانه كل زوج كوب ديروا مغرفه صغيره تاع الملح باش يجيكم مقاييس مليحه. والحليب بودره ايضا. حليب بودره تقدروا ديروا شويه تاع الحليب كي يحطوا الزيت باش تجيهم طريه، كيما تقدروا ديروا شويه تاع الماء والزيت وشويه هذيك حليب بودره مغرفه ويجمعوا كلش مع بعض. راح ندكوها بشويه تاع السانوج، وراح نديروا لها شويه تاع حبه الحلاوه، وتقدروا كذلك ديروا لها السمسم بصح بعد ما تكونوا حمصتوه تجيكم بزاف بنينه. هادو كاع يجوا بالكسره، تحمصي السمسم وتزيديه تعطيكم جو هايل للكسره تاعكم. الله قدم مع زيت الزيتون. فضلي ديسير اللي نقول لكم جربوا بنين بنين، شوفوا يتبدل دوك في اللون في الجو، تخشوا كي تاكلوا في الكابريز على مع ما تخشوا كي تاكلوا في حاجه شي. حنا كي نديروا الاخر الطمينه صح هي كوب كابريس، هكاك راح تكون ديسير تاع اليوم. وصفته بسيطه، تدوا المقدار كيما انا هنايا يعني بول هدايا عيروا به كلش، ماما الشربات اللي حنديروه باش يخرج سوا سوا، ما يقعدش الشربات زياده ما نقصان. راح نستعمل للشربات تاعنا اللي حنستعملوه راح يكون شربات ثقيل، زوج كيسان تاع السكر بواحد ما، نفس المقدار حنكملوا به الفارينه والحليب بودره تاعنا، حتجيك كي حلوه التوفي. دونك انا هنا درت زوج بنفس المقدار هذايا، الا درتو كاس صغير باش ديروا طبسي صغيور كملوا به كاع المقادير من السكر والماء. دونك درت مقدارين تاع السكر، مقدار تاع الماء وشريحه ليمون. دوكا نديرهم فوق النار نسحقوا يغلي مع التحضيره اللي حنديرها دوكا في المقله، يعني جينيرالمون نقول لكم بارد مع سخون، هذه لا سخون في سخون باش تجيكم بنينه. بالنسبه للقطر كملنا منه، نجو للمكونات تاعنا اللي حنسحقوهم، نفس المقدار حنديروا فارينه وراح نديروه مقدار تاع حليب بودره ومقدار تاع الزيت، هادو راح نحطوه فوق النار ونقعدوا نحمصوا فيهم حتى تدي اللون كيما الشوكولا بيج شويه غامق. كي تحمص بيان راح نزيدوا له هذاك القطر سخون ونحركوا.
التزيينه حيكون فستق وجوز، بزاف هايله التحليه وبسيطه مكوناتها، دوك نشوفوها مع بعض. نعم، بعد ما دينا كامل الاطباق نروحوا نمدوا لهم السؤال تاع نهار اليوم للناس اللي كانوا يتبعوا عندهم الاجابه، غنقول لهم فقط لاباستي. سؤال نهار اليوم اللي هو طعم افورو اصله اسكو قبائلي ام صحراوي ام عاصمي؟ ايوه سؤال. اذا هل الافورو اصله قبائلي عاصمي ام صحراوي؟ اسئله سهله هبوم يا جات مكالمه ان شاء الله نكمل باش نشوف المكالمه تاعك. نعم خليك تكمل الكلمه نعاود نرجع لك بعد هذا المكالمه. الو مساء الخير. الو الو زهره اهلا وسهلا مرحبا بك. اهلا اهلا نحبك بزاف بزاف زهره. نعم نحبك بزاف بزاف. ربي يخليك يعيشك. الله يسلمك. الله يسلمك. واش راكم؟ راكم ملاح صحه نهاركم؟ لاباس الحمد لله. ما نسمعش المكالمه من فضلكم غلقوا لي لاباستي. نعم الو 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 راني نسمع فيك حبيبتي. مرحبا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا زهره. واش احوالك؟ صافا والله غير الحمد لله. وانتوما؟ والله غير لاباس الحمد لله يعيشك. الحمد لله نموت عليك يا زهره نموت عليك. يعيشك يعيشك يحبك الخير يعيشك. بس راهي شاف كريمه راهي مليحه. اهلي راني نضرب مع المقالي. واش راكي حبيبتي؟ اكيد مليحه الحمد لله. راني نتفرج فيكم دائما دائما راني نتفرج فيكم نموت عليكم كاع لي شاف. يسلمك انا مونسينكم. والله غير ما شاء الله عليكم. اهلا بك تعيشي حبيبتي ربي يحفظك. الله يسلمك. الله يسلمك. اليوم راكم مع الطعام. انا الطعام لحمي زيت زيتون كلش. انا لبنانه لبنانه هك تقطر في الاستوديو اليوم. اليوم القبائل 100%. ايوه هيا واش هي واش هي شكون معنا ومن وين باش نرمي اسمك؟ نعم شكون معنا ومن وين؟ انا فريده من دلس. فريده من دلس. من دلس. ماذا بينا نعرفوا ناس دلس واش يطيبوا في واش يطيبوا في النصفيه؟ نعم واش يطيبوا ناس دلس في النصفية؟ نديروا الطعام نديروا رشتة. معروفين انتم بالحوت بزاف. ايه صح معروفين كاين اللي يدير هكذاك ثاني في رمضان كاين. اوكي واش حطيب انت ولا طيبتي البارح؟ والله غير اليوم راح ندير الطعام والشربة. هيا بصحتكم. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. قل لي طبق الكسكسي الافورو منين اصله؟ عاصمي ولا قبيلي ولا صحراوي؟ قبائلي. صحيتي ها انا درت اسمك. الله يسلمك. قبائلي. انا من تيزي وزمز وجل دلس. نعم انا من تيزي وزمز وجل دلس. ايه طحنا عند مالين الدار. مرحبا بكم. يعيشك مرحبا بك انت وشكرا على المكالمه. الله يسلمك. والله يا حصه ما شاء الله كاع راكم ما شاء الله. الله يبارك عليكم ما شاء الله. والله قناه الشروق ما تلحقش من الصباح للعشيه. يعطيك الصحه واصلي على هذا المنوال. ان شاء الله ان شاء الله ربي يعطيكم ان شاء الله صحتكم. شكرا يعطيك الصحه. الله يسلمك. إذن عنا أول إجابة اللي كانت قبائلي يا درا. ثاني إجابة وحياتك. ثاني إجابة الأولى تاع زهرة والثانية. هنا نبداو بالحميص تاعنا. واش راح ندير؟ بدات الطماطم تاعنا زوج حبات قشرتهم من القشور تاعهم قطعتهم هكا نش بخيفة نقطعهم على أني نرحيهم. درت لهم شوية تاع الملح وحطيت لهم زيت زيتون يجي بزاف بنين تقولوا كي يتقلى ولا حتى في الآخر ما في الأول يعطيكم نكهة هايلة. زدت درت شويه زيت زيتون. واش راح ندير؟ راح ندير له سنينه تاع ثوم. هذه تقعد اختياريه تحبوا تستغناو عليها نص سنه هكا ديروها غير باش تطلق لكم كو تقعد محافظه على الكو تاع الحميص برك. والفلفل تاعنا والحار راح نجيب اشواق ونرحيهم فيه خير ما تقطعوه يعني يجيكم احسن. ترحوه ونضيفوه ونعدلوا الملح تاعنا والفلفل شويه فلفل عكري لاش الطوماطيش تاعكم ماشي حمره بزاف سيتو. هذا واش فيه كاين برك ملاحظه قلت لكم في الاخر لا حبيتوا كو ثاني كملين شويه حشي شويه معدنوس قسم غير فم غير فم فرومين رقيق زيدوهم وطفوا هكا عليه يجيكم ثاني كايل مع زيت الزيتون هذاك الحشيش يجيكم كو هايل يعني الظاهره لبنه خرجت. دونك راح نزيد السنه تاعته. دونك كذا مازال باش نحطوه يفور. دوك نحطوه يفور. تخي بيان. نديرو قبل الكسره تاعنا، بعد نديرو باسكو راه فاير فورا الاولى، راح نزيدو له غير الثانيه يكون شرب الماء والملح تاعو. نعم. ونديرو له اكيد زبده، راح نديرو زبده ماني اليوم، واكيد هو يتقدم كذلك بزيت زيتون، تقدروا تدهنوه بصح كي تجو تقدموه ديروه شويه زيت زيتون مع الرايب، مع الخضار تاعنا. تفضلي. شكرا. نجيب اشواغ برك.
الحديث على الأشواغ نحب نذكر أيضا المشاهدين أنه عندكم أيضا جائزة أخرى من عند تومسون ولا شنايدر ينقدموها لكم يوميا، دونك ما عليكم غير بالاتصال، وكل يوم نقدموا لكم أن روبو. دونك عندنا أن روبو ملتي فونكسيون، عندنا أن بلاندور، وعندنا بويوار إلكتريك في انتظاركم. دونك ما عليكم غير تعيطوا اليوم وتقولوا لنا شكون هي، شكون هما المنطقة اللي يطيبوا أفورو، هل هو طبق عاصمي صحراوي ولا قبائلي؟ نعم، نحطوا الفلفل تاعنا بالحار، نطلو فرمه هاك خفيفه، ونخلو الطماطم شوفوا خلوها تطلق الماء كاع ويبان غير الزيت، تطلق كاع الماء نتاعها باش تجيكم بنين. شوفوا قالت لنا بالريحه، قال لنا غير طماطيش بس تلتينا على بالك حتى القليان الله. دوكا واش ديروا بعد ما قلينا الطماطم؟ شوفوا نشف كامل، وي نشف كامل الماء، قعد غير الزيت. دوكا زدت هذيك السنينه تاعتهم قطعتها رقيقه هكا حطيتها، ومن بعد الحين الحار والفلفل نديروه دوكا مع بعض. قولها باش نضرب لك. هيا ديريكت ثاني قلتها بكل تقريبا نخلو والو سبحان الله. ما خليت والو. دوكا نقفلها ونخلي كلش يندمج مع بعضه. هو كلش راه طايب بصح هكا باش يدخل كلش مع بعضه ويجي مليح. ما زدت والو لا ماركيتو، ميم الطماطم قلت لكم العكري وما زدتوش. تقدروا تلصقيتوا الطماطيش تاعكم شويه باهته هكا، تزيدوا شويه مع الملح والفلفل الكحل هكا. نخليه دوكا يندمج كلش مع بعضه على نار قليله، ومن بعد نكملوا الخطوات. نموتوا على الطعم تاعنا ايفور دي برك. اوكي نعاود نقول لكم شويه لو منيو. عندنا كسره خسيس، وعندنا الحميص، وعندنا كسكس افورو، وعندنا توفي حلوى توفي. حلوى توفي اه طبيعي، حلوى توفي اللي هي حلوى عراقيه ما نحكي لنا عليها. حلوى عراقيه يقول لك حلوات شوكليتيه هما يقولوا لها. ديك شوفي لونها كي الشوكولا. تبارك. الو 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 صباح الخير. صباح الفل والياسمين، اهلا وبيك. اهلا كافي لاباس الحمد لله، وانت بخير؟ والله لاباس الحمد لله، نحبك نموت عليك. ربي يعيشك، ميرسي بوكو. يسلمك. شكرا. يسلمك يسلمك يعيشك يعطيك الصحة. شكرا لك. شكون معانا ومن وين؟ أنا أم آلاء من وهران. أم هناء؟ أم آلاء. آلاء أم آلاء. آلاء من وهران. أهلا بك، أعجبني اليوم التنوع تاع الولايات هكا باش نسقسيكم. أيوا. هيا قول لي أم آلاء، واش طيبوا في النصفية في الغرب؟ نطيبوا الحريرة. أها. نطيبوا الحريرة والرقاق. الرقاق؟ الرقاق الدجاج ونديروا سلايط. سلايط ها؟ نديروا طاجين حلو. والبوراك ما نستغناوش عليه. ما نستغناوش، وقريب قريب يروح علينا البوراك، ما بقالناش بزاف. هادو هما وي لي ديسير. ما ديروش زعما حاجه عجين؟ ما ديروش حاجه عجين ولا هكا نو؟ لا لا ما نديروش حتى ليل 27. واش ديروا في 27؟ ليل 27 كاملين نديروا الكسكس، نديروا حاجه ثقيله. نعم. قولي ام الاء، طبق الافورو منين اصله؟ عاصمي؟ اصله قبائلي. قبائلي، اوكي راني درت اسمك في القرعه نسمعوك في نهايه العام. كاين اللي يطيب بالخضره واسمه افورو، كاين اللي يقولوا له المقفول. المقفول؟ ايه المقفول هو هذاك الكرموس نو؟ هو المقفول نو؟ لا المقفول الكسكس بالخضره. بالفول؟ ايه. اوكي نعم، شيفاي عندها ملمه بالثقافه العامه. مع العلم انا قبائليه. ما شاء الله ما شاء الله عليك. خيار الناس. شكرا لك. يسلمك يسلمك ويعيشك. ومن وين تا وانا نعيط وما نحكمش. مرحبا اهلا وسهلا، فرحانين بك اليوم، محظوظين بك. يسلمك وربي يخليك وتحطوكم وتهلوا في روحكم، والى ما هدرناش صحة عيدكم. انت ثاني صحة عيدك، يعيشك. يسلمك وربي يخليك، يطول في عمرك. سلامة، يعيشك، شكرا، ميرسي.
والله يا غير يا كريمه غير الاطباق البرامج الطبخ يسمحوا لك انك تتعلم ابوغتو يعني راني انا عندي ديزاني كنت في الو شيف وزيد صباح الشروق وزيد بصح كل مره نكتشف حاجه ما كنتش نعرفها من قبل وجدد صح تكتشف لك عالم الطبخ فاست ما على كريمه كريمه ماشي غير هنا في الجزائر تديك تروح كل مره وين تروح شويه ونزيد العاده للاصل الحلوه برك الاخرين رانا منه منه من والله التنوع هذاك هو المهم ان شاء الله كما يقولوا ينفعوهم هذه الوصفات ولا يعجبوهم ويستفادوا منهم هذا هو الصح ان شاء الله يا رب دوكا نروحوا للكسر الخسيس تاعنا كنت عيطت انا بهذا الكاس درت 4 كيلات 4 كيسان باش نكونوا يعني 4 كيسان درت سميد ارطب ايه عيطت 4 كيسان هما تقدروا تقولوا درتوا خبزه هكا لبس بها كبيره كل 2 كيسان يدير لكم خبزه. فوالا. واش راح نستعملوا معاه؟ حنديروا مغرفه تاع السكر مغرفه كبيره سكر. وراح نديروا خميره تاع الخبز راح نستعملوا مغرفه صغيره بصح يعني لبس بها. تكون هكا صغيرة هذه معمرة بصح درتها اون ديغي صغيرة حندير شوي 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 هكا وخميرة الحلوى كذلك مغرف صغيرة خميرة الحلوى تقلبها هكا تقول كاطو كاطو وتعطيها خفية وتانيك في الطياب تعطيها حمورية والحمورية اه السكر يمد كانك حمورية حمورية نعم وكا حنديروا لها دوك المنكهات هنا دي تحبة حلاوة انا نحبها في الكو تاعها كي ناكل خبز بحد الحلاوة نحسها جا بنينة يا ينسون حبة الحلاوة هو اللي ينسون ينسون مليح بزاف ينسون الكامي شمي ريحته ديجا بل هي ملي كنا صغار من البيبغون الاولاني تيزانة وحنا معاها صح والله لا كو هايل ندير شوية تاع سانوج وتانيك كنت نسيت برك السمسم محمص نمد لكم كو هايل الكسرات تاعكم دونك راح نخلط هاد النواشف كلش مع بعضه حليب بودا تقدري تزيدوه لهنايا بعدها نزيد هذاك نص كاس تاع الزيت تاعنا الملح الملح قريب درناها مسوسه وما ناكلو والو نعم هنايا 2 مغارف صغار تاع الملح كل 2 كيسان نديرو لهم مغرفه صغيره تاع الملح فوالا وعندنا مغرفه تاع الزبده راح ندخل كلش مع بعضه تاني باك زهره الماء نعم. هنا تقدروا تزيدوا الحليب بودره تاعكم مع شويه تاع الماء وتبسوا ما ديروش غير الزيت وحده دافي كاين العادي ها تحبوا نورمال ما ندوش دافي ندوها بدار شهرت الغرفه أوكي. عادي خبيه دونك ندير شويه انا نديرو دافي صحح لي المعلومه على تتفاعل لك تمتم الخميره احنا الخميره هذه اللي درناها باش مد لنا بك طراوه مانيش حابه يخمر تخمر بزاف دونك من الاحسن ديريه فاتر تبطئ تقعد غير بشويه فهمتيني ما تحطيهاش بزاف سخونه هنيتيني وانا ما فنسخن ما ديريهاش سخونه كاع دوكا واش ندير ندخل كاع هذوما في بعضهم ونبسو اكيد كي نديرو حاجه تاع عيدان نبسو هذيك مغرفه تاع الزبده باش تمد لكم ثاني كنكهه كريمه يديها مخدومين باش تكون شاف شوفوا باش نبس يديها هكا مصاوبين الله يبارك من يديك باينه بلي شاف باينه مصاوبين زهرين قاتيتني اليوم انا قريب من العمل سي لا فيريتي والله سي لا فيريتي دوك نبسو كاع الدقيق تاعنا هنايا اللي يحب يدير دقيق المويه تختلف كميه الماء يشرب يعني اكثر وتانيك يعني تخلوها ترتاح من بعد تعجنوها شويه هذا ما كان تقدروا تانيك ديروا ميلونج مع هذه اللي يحب شويه يزيد شويه الكيلات اللي درناهم هذو 4 كيلات كيله واحده فيهم ينقص شويه ويدير 2 مغارف تاع الدقيق المتوسط اللي يحب الشتي كاين الكسر يحبوها بالمويه وي تمد لهم يقدروا يتريشيو شويه ينحوا ويزيدوا هاكا نبسوها هنا استعملت دقيق سوسيمي اليوم طعم سوسيمي دقيق سوسيمي برعايه سوسيمي المنيو تاع اليوم والله ديري شويه زهره دوكا نبدا ندير في الماء ما تخافوش ديروا الماء انا نخاف وخلوه يشرب لانه كي تحطوا هادو كوتي راح تزيد تشرب ديكم سوا سوا نزيد لك وي كنتي جاريه تحصل فيا لا ما نحصلش فيك ان شاء الله دوك تشوفي خلوها بيان باسكو تجي تشرب معليش دوك نقول لك خصني خصك وي باينه بلي خصك خصني نكملها ماشي حاجه سموها الوسمه الكسره ما نعجنوهاش الكسره نديروها هاد
هاد الجست كيفاش نقولوها قطعوها ما تتعجنش ماشي كيما نطمها قبل حطها تكوتي اللي قاطره ديروها وخلوها تشرب كان تكمل كريمة لم أنا راح نستقبل مكالمة ألو ألو مساء الخير صباح الخير مساء الخير سلام عليكم ألو 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 وي مساء الخير ألو ألو مساء الخير ألو أنا معك في الاستماع اسمعني من التليفون من فضلك الو واش راكي زهرة قطيعكم لاح لاباس الحمد لله وانتي بخير لاباس الحمد لله الحمد لله تفضلي شكون معنا ومن وين امينه من برتوته امينه من امينه عيط شبي عيط امينه من وين من برتوته من برتوته هنا برك ايه هنا برك مرحبا بيك اهلا وسهلا الله يسلمك واش حوالك امينه صافا صغير الحمد لله اختي غالبك رمضان ولا شويه شويه قلبك رمضان أمينة سمعني من التليفون شوية شوية رانا معاه صافا ما بداش لسانك يتقال حنا لسانا يتقال بعد العصر كيما قال لك بعد العصر نهضروا بالإشارات نهضروا بالغرب الإشارات ألو ألو أمينة أمينة راكي تسمع راكي معانا ألو وي وي أمينة سمعني من التليفون من فضلك نعم سمعني من التليفون ها أمينة نسمع ولا ماني نسمع أنا ونسمع فيك الطب انقطع الاتصال لكنني درت اسمك في القرعة أمينة إن شاء الله نسمع اسمك في نهاية العدد أمينة من بيرتوتة نعم فوالا دوكا نخلوها هنايا باش تجيهم هذيك السطح الملس ما نديروش خلوها ترتاح باش تقرصوها فوالا أنا درتهم هنا شوية صغار أنتم تقدروا ديروهم كبار يعني على قد طاجينك فوالا على قد الطاجين فوالا يعني اللي يديروا كبار كما قلت لهم كل زوج كيسان يديروا لكم خبزه مليحه يعني هنا واش ندير نخليهم يرتاحوا دون سي بون حميس خلاص ايه بعد زوبك زيت الزيتون شرب كاع ال طفي نفرح غير كي تطفي باش تنقص السخانه باقي غير تخليها نخلوها دوك وتي بما نسحق فورنو ما تسحق فورنو تسحقو قال لك تهنيتي انا بغيت تهنيت هنايا اوكي نعاود نشعله لك اي باش نديرو الشربات تاعنا دوك نحي الطعام هو الصح هو اللي داير السخانه او مازال ما فارش بصح ايه لا فار وقفلنا يعني البارح حكينا على هذه القفله تاع الالومنيوم ماشي تاع الميتال كتان تاع الالومنيوم ولا نعرفهاش درتها شوفي انا جات صدفه نسيتها نهار درنا طعام تاع الغواط درنا تاع تيارات درنا هاد الطريقه قفلناه بالالومنيوم وحطينا برك هنا ما لحقناش الالومنيوم هنا ما يخرج منا ما لحقش دوك نسقمو اوكي يعني هذا هو المنيو اللي بالك اللي متفقين عليه الجزائريين هو كسره حميص شرب بعد هما الحوايج لي سيغ تلقاهم في الطابيلات يزيدوا معاهم دي سالاد وحاجه حلوه فوالا دوكا كي نخرجوا من رمضان تولي كسره وحميس وخلاص خلاص وشلاضه معاهم وشلاضه وخلاص نخليها ترتاح شويه ومن بعد دوك نبدا نطيبها ونروحوا بليتو للحلو تاعنا تاع اليوم نجيبوا مقله نحطوها مقله هذه غامقه شويه بغيت معليش معليش دونك نجيبوا المقله تاعنا واش نحطوا راح نحطوا فيها هذيك الكيله تاع الزيت اوكي فوالا ونحطوا فيها الكيله تاع الفارينه معمره عادي ها هي هاد لا كونتيتي تخرج لكم كونتيتي لاباس بها تقدروا ديروا بالكاس صغيره ونحطوا كيله تاع حليب بودره اي حليب بودره فوالا وهنا السيرو تاعنا قلت لكم نفس الكيل هدايا كنت درت انا زوج سكر مع يتخوش دو سيترون دوكا غنزيد كيله تاع الماء يعني زوج سكر بوحده تاع الماء فوالا ونحطوه فوق النار
خليه يغلي، غير يبدا يغلي واحد 7 دقائق هكاك نطفوا له، لكن انا نحتاجه سخون يعني، خليه ماشي باش يبرد ولا نخلوه دو كوتي. ميم اذا وجدتوه هاد التحليه غير تدي لا كولور اللي دوك نشوفوها مع بعض، وهو برد عاودوا سخنوه هكا كيغلي كبوه فوق التحليه تاعنا. دوك الفرن مش حيكفونا. ابا معليش دوك الحيطان دوك نحطوا هذا يطيب هو الاول، وهذوما اللي حطيتهم مع بعض دوك نحمسهم في هذاك الزيت. اللي حب نكهه شويه سبيسيال ولولو انه هذا كيتحمص ديجا هو يجبني، يقضي الزيت شويه تاع الزبده مع هذاك الزيت. اوكي، وانا نستقبل مكالمه هاتفيه. الو الو الو، اهلا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. وشك يا زهرة، لاباس؟ لاباس الحمد لله، وانت يا؟ وانا لاباس الحمد لله. وشاني الشيف كريمة؟ والله غير لاباس الحمد لله. انت يا واش راكي؟ لاباس، صح رمضانكم. يسلمك انتي زادة. رمضانك، شكون معنا ومن وين؟ دليلة من البرج. دليلة؟ نعم. دليلة من البرج، مرحبا بك. يسلمك اختي. كاش ما توصيني وصفة ولا حابة تشوفها معنا؟ ما سمعتش. مش ما حايبه نديروا لك وصفه ولا؟ نو، راكم ديروا الوصفات الكل راكم ديروا فيهم، انا لاباس. يعطيك الصحة، شكرا لك. يسلمك، يعطيكم الصحة أنتم، البرنامج هايل. شكرا، شكرا لك، يعيشك. قل لي أخت دليلة، من وين أصل طبق ولا كسكس الأفورو؟ هل هو قبائلي عاصمي ولا صحراوي؟ هو قبائلي. قبائلي. إن شاء الله نسمعوا اسمك في نهاية السحب. يعيشك أختي. شكرا، شكرا لك. سلامة، سلامة. صح عيدكم، لا ما زدتش حكمتكم، صح عيدكم. صح عيدك انت ثاني. شكرا لك. يعيشك. صح. قولوا لنا صح عيدكم، نحس روحي صاير. انا خلاص. بس على بالهم باللي ما بصح صح. وبدينا نحكيو في الكاتو، بدينا نحكيو في ال بدا اللوز شحال كوش. بدينا ولا غير بدينا. اللوز شحال وفارينا هذيك هي. دوك واش نديرو؟ خلينا الشربات تاعنا، وهذو هما شوفوا مكوناتها بسيطة تخرج لكم حلاوة بزاف هايلة. دوكا خلطناها مع بعض، دوك نحطها فوق النار باش تدي كولور شابه، ونديرو فوق هذاك لو سيرو. ندبر لها بك بليصه نحيوها الطعم. تحب نمدوها ل لا لا باش نحمصو قدام. باش نحمصو قدام. اوكي اوكي، هما الطعم سي بون. دوك نحيه اسب، نبقى روج الجرا فاير وحده. اعطيني بك الجفينه تاع وين هذيك؟ خلاص كثرنا الجفون اليوم. بسم الله. اي فار يعني. اي فار سنين نحيه. دوك ندير له الزبده ولا السمن؟ ندير له الزبده، نحط هذيك فوق النار، خليها هنايا هذه، وهذه نديروها له. اوكي. هذه يقفل القلوب يعني، كي نحبوا كل شيء يقدر. نستعملوا الزبده ماني. واحده مجبوده. طب نعطي لك ملوش دوك نحوس وحده هنا. دو بريفيرونس الحطب باش يجي مليح، خليه قبل يروحوا له كاع شويه البخار باش ندهنوه. نحرك لك هذه. دوك هذه تمتم تدي لون شويه، تقعدي شويه قدامها باش تدي لون شباب. لازم نحركها ولا نخليها ترونكيل؟ سيسي تحرك. ما نعطيني وحده تاع الحطب. دوك ندير انا الزبده هذه هنايا، وخليها بعقلها ت اها. انتوما واش ديروا زهره في النص؟ شوف سا ديبون، ساعات نديروا تريده حنا تاع الشرق. نديروا انا درت فان ديروا الشريبه ومن بعد ديروا تريده شربه. انا درت شربه، ما درتش باسكو تجي بزاف ثقيله، درت ليغوم. تري بيان، باش من بعد تقدروا تاكلوا. باش من بعد تقدر فوالا، ودرت حميص فوالا بوراك وتريده. بصحتكم. كاين اللي يديروا ختانه في النصفيه، كاين اللي في 27 يا اخي، كاين اللي هاد المناسبه الثانيه. صح سي فغي، والعام هذا يعني داروا كريم من الجمعيات بزاف وكلش، داروا قوانين صارمه في الختان الجماعي. يعني فرحت بزاف انا كي سمعت باللي تم ضبط هاد المناسبه مليحه هكا على صحه الاطفال وكلش، ولاو كاين قوانين مليحه باش ما يروحوش. والف مبروك الكامل اللي تختنوا، اللي عندها ولدها تختن ولا، الف مبروك. فوالا، نخلي الزبده هذيك تلق شويه.
ويجيب الدهون ديروا له الزبده ولا تحبوا من بعد تزيدوا له زيت زيتون لكم الاختيار. صافي زيت زيتون هو يجي ثاني كبنين سختو لك قدامكم الرايب. حيموتوا لي كيف اليوم بالسخايف. فوالا نخليه دو كوتي نطلق هذيك الزبده ثاني ومن بعد نكملوا دو كوتي. دونك ضروري نقعدوا نحركوا. ايه يا اخي دوك نجي نغومبلاسي. نو 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 ما تنغومبلاسيش. ولا ندير الكسرة. صبر. ايه. شوي يتحمص بيان. هي نورمالمون نقلب لك هذا بصح ما حبيتكش دوكا يطيب الشربات نحيه ونديروها في الكليفور. اوكي اوكي اوكي. باش ما تحرقيش روحك برك. نورمالمون زايد. دوك يتحمص حتى يدي هذاك اللون. شوفي. يجي باج ومن بعد يروح فونسي. شويه كيما لون تاع البسيسه تاعنا احنا البسيسه. غير زيدوا له هذا زيد يتفونسا. بصح على الاقل يدي لون شباب. اوكي. ديتي مقله هكا تقعدي هنا ثقيله يا اختي هذه تاع طمين اللون. هذا شفتك هذا وين شفتك هذه تاع طمين اللون على بالك دير لي بغيتي هذيك الليله. هاكي مليحه هكا. زعما انتم خلوها ترتاح. بلهتني بيا. انا راح نطيبها دوك باش نصوفي زهره نطيب معاها. والكسرة تاعكم ديروها بالموايا ولا بالرقيق؟ كاين انواع على بالي. انا ندير زوج زوج فا وحده موايا. اي ميلونج. تجيني هكا. كاين اللي زلها ما غير فازوج فارينه. ما نحبش فيها بصح عجب لي ربي. يعني لازمنا نيفيتيو يعني لا فارين قد ما نقدروا. صح صح. بصح ما جو سوي كونتخ زعما كي الكسرة ندير فيها الفارينه. صح كاين. كاين كي يكون بعيد بالك الدقيق اللي يزيدوا لها. انا ايه ثاني ما على باليش علاش. عارفه اللي يزيدوا نعم. هي بدات دير اون دوغيوغ. بدات ايه. نبع لي يا ربي في ذا المقله حنت عليك يا كملي. فوالا نحلو الكسره تاعنا. كسره تحبوها رقيقه ولا خشينه؟ موين موين. ابخي سا ديبول واش الا درتها باش نشرب بها حليب ولا حليبه كيما نقولوا. صح صح. حليبه نديرها شويه خشينه. ولا هكا مع الشوربه ولا امونين تكون شويه كروستيونت. سا ديبون. صح سا ديبون واش درتها. وي كاينه كسره ايضا تاع لا فارين كومبليت كما راهي قلنا رضا مليحه وصحيه. ايه. ديروها بزاف صحاب الغيجيم و... ماشي في رمضان. رمضان تحبيها حاجه بنينه. رمضان خاطينا الصحي. والله العظيم شوف تقوليش كاع شوفان وخبز كامل. ولو انه صح انا ما عرفو صلاحنا. دونك نسقمو الكسره تاعنا. ثم خلوها ترتاح شويه. شتي علاش قلت لك خميره الماء سخون ما ديريش؟ دي فوا خلوها ترتاح. لو كان دير لها الخميره الماء سخون تتفاعل لك تمتم ما تخليلكش اوكازيون. داكوغ. نسقموها شويه من الحواف برك. فوالا نرفدوها نحطوها في الطاجين تاعنا. هي في رمضان الرجال يحسوا بالماء اللي تتوحم بس كي يوليو يتشهاو يفهموا واش معناها مرات تتوحم في رمضان الرجال. اه وي نخليها تطيب. يحسوا غير في رمضان بصح ولا غير رمضان. اي بدات تحمر وحطيتي السكر. هذا هو اللي راح يعوض. اوكي حتسقيها دوكا كي دير بيا هي اللي حيعوض لك كلش. الكسره تاعنا حنتقبها في لي دو كوتي. دوكا ندير لها هكا بلا فورشيت كي نقلبها ثاني دو فوا. كنت شفت واحد لو تروك هكا وبصح نوا كوكو والسكر هذاك محلى مركز محلى ايتو يدير واحد لي بولات. ايه ايه تاني نظن هكا تاع مشرق الحلوه هذينا. هذه لا لا ولا ايه ايه بنوات كوكو كيفاش اسمهم؟ نسيت اسمها. عندها اسم. ماشي ماشي بلح ولا حاجه. لا لا هذاك بلح الشام وحده هذاك بالدقيق والفارينة. هاتي نعوضك شويه من بيت. شافوا كي شفتها حماره تقول لي هاتي نعوضك كي كملت. يا اخي لازم هذا الاخر باش يبان دوك الشكل. انا حمرت. شكرا عبد الحميد بلا مزيه. فوالا دوك السيرو تاعنا انتوما واش كي يبدا يغلي 10 دقائق 7 دقائق نحوه سي بون كيما هنا دوك نحيه ولا تلقاو هاد النابل هادو ولا رايحين الابيض بزاف
دوك راح نحيه يعني سي بون. اه اوكي بالك يدك وين نحطو لك؟ خليه هنا باسكو دوك نديرو نحطو لك هنا فوالا فوالا نكملو هنايا بيسك راه متحمر ديرو وسيو الضغطو بيان باش هذيك ريحه الفارينه وريحه الحليب هذاك البودره تعطيكم جو هايل كي تحمص. رجعت لك كريمه. الو الو مساء الخير. الو الو وي مساء الخير مرحبا. مساء النور. واش حوالك اختي سافا؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. شكون معنا ومن وين؟ معك عباس فايزه من مدية. كون؟ فايزه. فايزه من وين؟ من مدية. من المدية. مرحبا بك فايزه سافا؟ الله يسلمك لاباس الحمد لله. قلبك رمضان ولا والو؟ شويه. شويه باينه باينه بلي قلبك فايزه ما خلاش فيك. مرحبا بك. دوماج قلت لكم غلبها قلت لكم. زعفتها فايزه انا درتك في الصح باش ترضى علينا. ها اوكي بالك التليفون زعف ماشي يكون يكون قطع اكيد. تكون قطعت المكالمه فوالا. كيفاش نحمصو ونضغط هكا في الاخفاء باش يتحمص هذاك الفريره والحليب تاعنا يمدنا نتيجه مليحه. شوفوا اللون كيفاش ولا ديجا. وي ولا احمر. فوالا خلوه يزيد شويه. هذا هو المطلوب ولا يزيد؟ يزيد شويه. هما يقدروا يخلوه هكا بصح كل ما تحمص خير تحرك. ايه شوفي كيفاش راني نضغط عليه. كل ما تحمص زياده يمد لك كو تاع كراميل زياده. اوكي. صافي كيما كيما يحبوا. شوفي. بيان دونك لازم نضغطوا عليه هكا شغل باش نضغطوا عليه شويه. شوفي اوكي باش كي يتحمص يمد لك هذاك الجو المليح. داكوغ. فوالا وصل باك عرفتوا روحي صح بالك يدك سخونه نحيتها كومبليت ما حبيتش نريسكي. كي شغل الروينه بيقول لك رضا. بصح الكو تاعها ماشي روينه. الكو تاعها ماشي روينه. تاعها راح الكراميل هكاك. على بها قلنا التوفي. صرا سي بون. نقلبها لك؟ هيا نقلبيها. مازالت. مازالت صافي هذا الفرن شويه. مازالت. اي طيب غير من الفلوس دوك نبدلوا لها دوك نحيه هنايا. لازمك في هذا الكبير ولا في الاخر؟ دوكا هنايا نقصلها ونجيبوا الشربات تاعنا. نحوها هكا فوق النار. دوك نجيب كسره منه. شوفوا تم تم تعاود تدي لون. بون في الاخر يبان شوفوا هنا يبان اغمق لكن هي كلاغه. هنا نجيبوا لو سيغو تاعنا. نبدا نزيد فيه. اوكي. هذي هما يديروها بوش من مناسبه ولا هكا برك؟ اي مناسبه يديروها. بزاف بنينه. ميم كي تاكليها تجي بنينه. لا غلبتكم النار نحوها. عندك دي زامي من المشرق تو؟ عندك عندي عائلة زوجي كاع تماك. بناتهم باولادهم باحفادهم هما باك اللي هنا صافي العائلة قالتهم. داكوغ سي بوغ سا عندك هكا ميولات. ميولات حبيت يديو علينا كريمة عم تداولنا الطبخ. أنا رايحة. يا أختي واش نقول لك بلادي بلادي. تحية ليهم أهل العراق تحية لا منسو كذلك اهل غزه ان شاء الله ربي ان شاء الله يا رب. هنا واش نديرو نبدا خلاص. شوفوا كي قلت لكم هذيك الكميه تاع السكر يعني مقياس يروح نفسه مع الكيكيلنا. ثم انا درتو فنجان كملوا به باش ديكم تبيسي واحد ماشي شرط تكثروا. داكور دوكا واش ندير راح نحرك نعاود نشعل. كنت طفيت لهنايا باش ما تغلبكمش تقدروا تنقصوا النار ولا تطفوها باش ما يطيحش عليكم هذاك لو سيغو. في ريحتها كيفاش دايره؟ ونديريك تاكلي في الكراميل، شوفوا ريحتها كيفاش. واحد الريحة. شوفوا تتقدم هكا وهي سخونة تعمروها في ليزاسيات تاعكم، ومن بعد تزينوها بالمكسرات ولا بالجوز ولا تتمشى كاع مع المكسرات. شوفوا ريحتها هنا يتبان لكم شوية أغمق لكن هي لا لا شوفوا كلاغ. تتكل دافية، تتكل باردة، تقعد هكاك، تقعد طرية. جد جد بنينة.
دمرتي لنا الفريق التقني. والله غير بنينه هذه، هذه غير جربوها وريحتها على بالكم كيتحمس هذاك الحليب. ما نقولكمش خلينا بالطعام فوالا. هنا راح نجيب طباسه نسر بها وندير لها تزيين ونكمل الكسيره تاعنا. مسكينه يتسوفري واحد عليك. لا لا لازمك تجي هنا باش تشوف حاجه. شوف لي سيفاكس كيفاش. ما نعرفكش سيفاكس. نجيب لي زافيت. الريحه راهي باش نقول لكم دمرتنا كريمه اليوم بالروايح. انا شوف لازم ترجعوا لنا مره من الخمسه الاول ستة ونص هكا باش تمتم نفطروا. احنا عطيناهم فرصه باش يروح يسيو. دوكا واش ندير؟ نجي نحطها في لي زاسييت. يوسف راك تراطي في هذا البلان. دوك ندير لور تزيين. ايه دوك نبعد الجفنه و هما يقولها حلاوه شوكليتيه. علاش تشوفوا لا كولور تاع نعطيهم الاصل تاني. قتلتنا. خلي بالكم اليوم لا لا عجبوني لما علي بزاف. انا ماشي مسؤوله. صح لي عرس. على الزهر علاش. شوفوا دوكا نسقموها بيسك هي سخونه. هذه بالكم ما ديروهاش تراطيو. انا نقول لكم حلوى الدمار الشامل هذه ماما يسميوها. بنينه بنينه وفيهاش مكونات بزاف. وضي وجديها وقولي لهم وجدتها. ونجيبوا شويه فستق وشويه جوز نزينوها وبصحتكم. بزاف تحبوها كي نتوما كي اولادكم. دونك تتكل دافيه مع انتي ولا فوالا تي ولا قهوه كحله هكا ولا مع هذه الريحه. قهوه كحله تهضر عليها هذوك وما خفتيش. على بالك الكافي نوار كيفاش تجي؟ كافي نوار مع هذه الحلاوه تاع ال ما عليك عافاك حاسه عيني هك شعلوا. نجيب الكسره تاعنا مسكينه ومن بعد. دونك عندنا مكالمة شوية ديكونيكتيو من كريمة خرجتنا قلبنا نروحو المكالمات. الو الو مساء الخير. بسم الله. الو الو مساء الخير. مساء الخير. مرحبا بك. اي والله ما طلبت. الو مساء الخير. اهلا وعليكم السلام. مرحبا. مساكم كل مليح؟ لاباس الحمد لله. وانتي بخير؟ مساكيك مليحة؟ لاباس الحمد لله. وانتي؟ الحمد لله. الحمد لله. شكون معانا؟ كريمة مليحة. والله غير لاباس حبيبتي. واش راكي انتي؟ أم عبد الجليل مشلف. أم عبد الجليل مشلف. إيه. مرحبا بيك. واش ديروا في الشلف أم عبد الجليل؟ لا الحمد لله. واش ديروا في الشلف النصفية؟ واش طيبوا؟ نديروا حريرة. ها زيد؟ في النص. طبق طبق يعني سبيسيال ولا ما عندكمش نصفية؟ تاع النصفية. ما عندناش نورمال. اوكي دونك تشارك معنا في المسابقه. لا 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 اصلي من الجزائر ومزوجه في شلف. اه خيار الناس. اوكي قل لي ام عبد الجليل طبق كسكس الافورو من وين اصله؟ من القبائل ولا من الصحراء؟ ما من القبائل. من القبائل. اوكي اسمك ودخل السحب وان شاء الله نسمعوه في نهايه الحلقه. شكرا لك. راحت مزعفانين اليوم. جبنا ربي التليفون ماشي لعبات. راكم زعفانين؟ اش بيكم؟ رمضان حيخلص. وكسرة مسكينة اللي درناها في الفرن رقيق دوك نقلبها دوك. هذا وين بدات على بالك؟ ما دارتش روحها. دارت شوية. وي تخي بيان. فوالا حلوة تاعنا جهزت. شوفوا في وقت وجيز جدا. وهي شوفوا كيفاش تجي. قد ما تقعد تقعد يا ماما نخسرش الديزاين. شوفوا كيفاش تجي وراه هو. شوف مرايا كيفاش تجي. تجي مرايا وشوفي كيفاش تجي. مازلتي ما حبيتش معلك. انا نوري باش يوري القوام. والله غير صح بدينا نتمنى تجربوا الوصفه ان شاء الله باك وتضحكوا معنا في بيوتكم لانه هذا هو الصح. طياب مع شويه امبيونس مع الوصفات تاع النصفيه ان شاء الله كيما يقولوا تجوزوا بصحه ولهنا. اي دمرتينا ليكيب والله. كمل الكسره نتاعنا ونروحوا ل وافروا وطايب افروا خلاص نزلوا اللبن برك وجبنا اللبن نحن نقعدوا هنا اليوم كاين اللبن. نو انا كنت نتواصل مع شوفوا مع العائله تاعي قطريشنا نقيه انتو ليكا تواصلي انتو ما تقدروا ديروا هذوك اللي ما لقيتهاش طول ما عندنا
برك راه صايمين مشي ليه حطبه هذيك ندوروا فيها بيدي ليلى ما في بيدي ولا طريشنه نقيها هي نقلبوا بها باش كاع لي كوتي يطيبوا بيان. الاولاد دايما هكا سورتو مسكينه قاعده في الدار وعلى بالك ندير هكا بالطوخشون وندور والفنا والف هي لهنايا نعزو نجبدوها طريشنه قاعدنا نفس العادات. بون خليها طيب نزيد نحل ثانيه كي ترتاح تجيكم خيره. نفدوها الديسير برك هاكي دي عندك زهره اختي هات اكيد ديك عليك سخوني عاود نمسح البلان دو طرافاي تاعنا نكملو الكسره تاعنا. هادو من بين الوصفات اللي نديروها حنا دائما نديرو حميس ونديرو لكن كي اجتمعوا هكا الحميس ونديرو الكسره ونديرو السحور الطعام وكاع دلاله على فرحتنا بهذا العدد التقليدي تاعنا بلي لحقنا النص مع التمر مع اللبن هاي ماشي يعني على العام نديرو فوالا تنويع فقط. نعاود نتلسح برك بلون دو ترافاي تاعي ونكملو الكسره تاعنا مع بعض. مازالنا من عمر البرنامج 6 دقائق. 6 دقائق هذه نعم. هذه هي باش تكمل الكسره نوجدوا الطعم تاعنا الجفينه تاعنا ونديروا الحميس تاعنا بالكسره. هنا تقدروا ديروا الحميس تاعكم في ليفيغين دوك نديروا التزيين صغير ما بيد تخلص الكسره. فضلي حطيته لك لهي وشنو؟ الحميس. الحميس وراه حطيتيه لي؟ ايه عم بالي جهزتيه كامل. حطوه هنا شويه. ريحه الفلفل انا شايفه تحب الشتي. ايه الله يختلفوا بزاف العائلات في تحضير الحميس كاين اللي يديروا هكا جوغ يدرسوه في المهرس كاين اللي شوفي نفس الفكره مدينا لهم هما مليحه الفكره تاع المهرس باش يجي كيما يقول القوام تاع الفلفل يجي بني كي تاكليه. دونك حنا واش درنا لهم غبلاصيناهم بالاشوا دوره زوج ماشي بزاف ويحطوه فوق الطماطم بصح تكون طامه الطماطيش كي تلحيه تجي كثر تجي كثر ديزك يا ديريها في البلاره وتجبدي بالشوي. خزينوها بالبيض موس باش قبل راهو الموس مسكين وين درناه يا درا هنا روح نجيب كسرة تاعنا كنت درتها تقدر ديروها ديكور ولا مدورين كنت درتها انا هاك في وش هي في كسرة الكسرة اوكي باش برك كنت درتها تفكرت اي سي بون سي بون وي لولا ايوا بدات لا كولا فوالا نجيب لها كاش بلان نطفي دوك نزيدو الثانية لا لا دوك نحل نقصو بك للنار كاين كسرة ثانيك دوك نوريها لهم جهزتهم. المهم كاين واحد الكسرة شبايلة دارت عليك واسمها كسرة الجوزي ايه بالخضرو جوز مرحي يديروا الجوز مرحي باش يتقهوى بها هايلة بزاف هايلة كغزنا كبلنا عليها اليوم صح صح ولا غير هايلة تجي هايلة. عطوني بك وراه الكسرة تاعي اللي جبتها باش نديرو التزيين انا خبيتها يفو فواغ الفريق كيفاش راهو مدبال كيفاش راهو مساكن انا بها اللي نقولو موراي الكسرة نتاعنا موراي الكسرة باش نديرو التزيين مازلت محوسة لم افقد الامل الكسرة جاية في الطريق جارة اليوم جبل ربي ما جبتهاش معليش ديروهم ديكور ولا ديروهم مستطيلات ولا ديروهم هذوك يجوك عندهم ضياف ولا مع شويه تاع المعدنوس هكا خفيف وديروا هذيك الكسره هكا تزيين خفيف هكا ولا ديروها في طباسه نورمال. تاخذوا مكالمه هاتفيه. الو مساء الخير. الو مساء الخير. اهلا مرحبا. كيفك مليحه زهره؟ الحمد لله وانت بخير؟ توحشناكي. حبيبتي ربي يخليك. انا زي توحشتكم. صحة رمضانكم. يعيشك صحة رمضان كل عام وانت بخير. راكم لا بس يعيشك الحمد لله يعيشك. الحمد لله. صوتك يبان صغير شحال في عمرك؟ 15 سنة. مش غير تاع 15 سنة راكم بزاف. ايه ندخل شوية الكوزينة ولا والو؟ ندخل ندخل. صحيتي شحال في شحال في عمرك؟ واش اسمك؟ ياسمين مدويرة. ياسمين مدويرة مرحبا بك ياسمين. الله يسلمك. وش حطيب اليوم؟ اليوم اها
بين الشوربه فريك اها وبولاك اها يعني هذو ما يتنحف من الغداك نطيبوهم يوميا يوميا اها وفي النصفيه واش حين ديروا؟ نعم والنصفيه كيفاش حين طيبوا؟ واش حين طيبوا في النصفيه؟ معليش ماما دي سيدي طيبوا معليش معليش حبيبتي هيا قولي تشارك معنا في المسابقه اكيد ايه باينه نشارك صحيتي هيا كسكس افورو من وين اصله؟ كسكس افورو؟ ها دقيقه يا خي قلتي لي قبائلي نو؟ قبائلي ايه صحيتي اوكي شكرا ليك قبائلي اها شكرا ليك يعيشك ياسمين الله يسلمك ربي يحفظكم صحة فطوركم شكرا يعيشك صحة فطورك انت تاني لا ما مازال هنا خمس دقائق سي بون نزيد كسرة زوج دقائق خلاص نديرو الكسرة تاعنا الدوزيام طيب وانتو ليكا الاخرين ام جاهزين هاكي ديهم عندك كلش عندي كلش عندي كلش عندك كنت جيت فاكره ما تبدهمليش هكا كي صايمه راهم في الحفظ والصون طفي هنايا سي بو ندير الخبزه تاعنا الدوزيام طيب عجبني هاد الدغيساج ايه مع رشه معدنوس هكا خفيفه ولا حشيش روح تشوف يوسف حبيت هاد لودغيساج فريمون سي بو سي اون بون ايدي باش ياكلوها هاك شوي شوي صح دير خير يكون عندك ضياف ولا متحوفه فوالا يعطيك الصحة قاسيمو شكرا ليك فوالا هادو ما كانوا وصفتنا اليوم وصفت نديروهم في كل بيت جزائري برك اليوم تذكير ولا هكا باش نوروا برك واش بزاف ناس يتلموا في هذه المناسبه يتلاقاو يعني فوالا كاين اللي تزوجت جديد ماذا بها دير هذه الامور بطريقه ديريكت مليحه كاين اللي دايره عرضه دونك ما نغري نعرفوا كما قلتي دائما نقعدوا اسكو عرضوك ولا عرضتي هذا رمضان ولا مازال امني ولا جينيرالمون لا دوزيام كانزان يبداو الناس شويه يبوجي شويه اللي كيدونا قبل الحلوه تاع العيد اكزاكتومون صح صح فوالا ندير هاد الدوزيام طيب نخليك نحضروا كاع الاطباق تاعنا فوالا درتهم لنا خليك تحكي على الوصفات تاعك قتلتنا اليوم والله غير جوزنا وقت ممتع جدا ان شاء الله تكونوا كريتم استمتعتوا معنا في بيوتكم ماذا بينا نحضروا بصح كذلك الطاقه الايجابيه وندوزوا نهارنا معكم رائع كنا درنا طعام افورو اللي قلنا الاجابه تاعو طعم قبائلي بزاف بنين نتمنى تجربوه ولو في السهره تاعكم درنا كذلك كسره تاعنا اليوم كسره توا في الدار اكيد تخرج لكم رائعه درنا الحميص تاعنا كذلك ودرنا حلاوه التوفي اللي نتمنى تجربوها لان وصفه بزاف هايله وعلى بالي كون تذوقوها راح تعجبكم الله الله يعطيك الصحه شكرا زهره كذلك نديروا القرعه مع بعضنا ما شاء الله عليك جدا تعيش يا ربي تري سوبل يعني في لا كويزين ومد الاطباق بكل حب للمشاهد يعطيك الصحه نروحوا نديروا مع بعضنا القرعه الاول اسم راح تمدوه لنا كريمه راح نشوفوا فائز بقسيمه شراء من الواحه للتسوق 10000 دينار جزائري فايزه من المديه فوالا فايزه من المديه اللي كانت زعفانه فايزه شفت عليك صح وي شفت عليك ما طاجي نعم الف مبروك ليها وهذه راح تفوز معنا بجهاز كهرومنزلي من عند تومسون شنايدر فريده من دلس فريده من دلس فريده من دلس الف مبروك الف مبروك ومن لايف الفيسبوك كنا معكم عبر على المباشر في الصفحه الرسميه لقناه الشروق تي في رايحه توجور كريمه ان شاء الله تربحوا عليها الله يا ربي مبروك الفائزات اللي ما فازوش في الضو باش تفضلوش ان شاء الله انت يفوزوا معنا حتى نهايه الشهر دونك صراحه ندي هلية قبائل جايبه ديريكت بالغوز اش اي هيلة هيلة ولا هيلية هلية هاليا فوالا اوكي هاليا الف مبروك فزتي معنا بجائزه من عند فريال شوب تهديك ايضا جهاز اللي كي تجي تدي الكادو تاعك تكتشفوا ان شاء الله ان شاء
الله. يعطيك الصحة. صحة فطورك. ما شاء الله عليك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. كانوا معنا اليوم. قتلناهم بالريحة لكن هي بدات تلبس بالريحة يعني. أنا كامل كيف كيف دينا في الشاي. صحة فطورك حبيبي. شكرا لك. انت ثاني صحة فطورك. تفطروا إن شاء الله بيك بالعائلة بصحة ولهنا إن شاء الله. وأنتم ثاني مشاهدينا الكرام نقول لكم شكرا لكم يعطيكم الصحة. نتلاقاو إن شاء الله غدوة مع الشيف نادية.